شكرا شكرا شكرا. مساء الخير يا اطفال، مرحبا بكم انتم واصدقائنا اللي يشاهدوا فينا عبر شاشه التلفزيون. انتم تاني يا اطفال اللي حبيتوا تحضروا معنا كما انا محضرين معنا هاد العرايس هادو هاد العرسان، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. لما تشاركوا في التسجيل لازم تصبروا شوية لأن التسجيلات كثيرة، وأنا عمويزيد حبي يجيبكم كامل اللي عنده، إذن شوية دع الصبر. كالمعتاد كي نبداو الحصة نتكلموا على أيام عالمية مهمة. في هذه الفترة هذه يوم 15 سبتمبر كاين يوم عالمي مهم أنا نحبه بزاف، هو اليوم العالمي لحرية التعلم. دونك سي لا جورني انترناسيونال دو لا ليبرتي دانستركسيون. لازم كاع الأطفال يكون عندهم حرية التعلم، كاع الناس تكون عندهم حرية التعلم. اللي يحب يقرأ يقدر يقرأ. هذه هي في هذا اليوم هذا العالمي نضمنه كامل لحرية التعلم، باش اللي يحب يقرأ يقدر يقرأ. وتاني كاين في نفس اليوم اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. تعرفوا لك وش دوزون يا أطفال؟ طبقة الأوزون هي اللي دايرة بالأرض. تعالي بنتي أرواحي فهمينا، تعالي 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 بنتي أرواحي. واسمك بنتي؟ واسمك؟ اسمي خولة، جيت من فوكة البحرية. الله يبارك بنتي، الله يبارك. وش هي طبقة الأوزون؟ طبقة الأوزون هي الطبقة اللي تحمي الكرة الأرضية من الأشعة نتاع الشمس ومن الأمطار اللي تجي غزيرة اللي قد تتسبب في الموت نتاع البشرية. برافو 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 بنتي برافو. إذن تحمي الأرض، كوكب الأرض، من أشعة الشمس الضارة. يا أخي أطفال إذن طبقة الأوزون مهمة جدا حمايتها. لازم علينا نحمي طبقة الأوزون، ومن بعد نقدروا نتكلموا على كيفاش نحمي طبقة الأوزون، نبتعدوا عن التلوث. يا أخي مهم جدا نحمي الطبيعة، شيء مهم جدا. دائما في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز تحبوا. إذن لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي في الصيف يحميك، في الخريف يطعمك، وفي الشتاء يدفيك؟ أعيد اللغز. ما هو الشيء الذي في الصيف يحميك، في الخريف يطعمك، وفي الشتاء يدفيك؟ إذن فكروا في اللغز لغاية نهاية حسن. توما وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالشكل التالي: أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا فكروا مع أصدقائنا اللي لم يشوفوا فينا، وانتم الثاني يا اطفال على بالكم شكون اللي يفوز باللغز، هو الاسرع، هو الاسرع الاول اللي يجاوب على اللغز. اذا بالتوفيق ان شاء الله. اليوم حبيت تكتشفوا معايا شخصيه مهمه جدا جدا في الجزائر، هو السيد احمد المطروش. راح نروحوا مع نهى تعرفنا بهذه الشخصيه. تفضلي نهى، تصفيقه تصفيقه على نهى. تفضلي بنتي تفضلي. السلام عليكم أصدقائي، اليوم سنتعرف على شخصية تاريخية جديدة وهو أحمد بن درميع. الشهيد أحمد بن درميع المدعو أحمد المطروش من مواليد 1926 ببرج الغدير ولاية برج بوعريريج، يسمى رامبو الجزائر لقتل 611 من قوات الاستعمار الفرنسي من جنود وضباط. نشأ في بيئة بدوية تسودها القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة، وتربى مثل ما تربى أترابه من أبناء الجزائريين، محرومين من التعليم، محرومين من بهجة الطفولة، فكان يتردد على الزاوية لحفظ بعض سور القرآن الكريم.
وتعلم بعض مبادئ الدين والكتابة، حتى إذا بلغ أشده قام ببعض الأعمال لإعانة الأسرة في زراعة أرضهم ورعاية المواشي. وهكذا عاش أحمد في كنف الأسرة بارا بوالديه بارا بأهل قريته ذات السمعة الطيبة في الجهة. اندلعت الثورة في 1 نوفمبر 1954. حمل المتفجرات التي كانت تستعمل لتفتيت الصخور والتحق بفوج المجاهدين الذي كان يتواجد بقسم برج الغدير، فقدم الحمولة الثمينة إلى قائد الفوج طالبا بالانخراط في صفوف جيش التحرير الوطني، فلبت رغبته وأصبح جنديا بجيش التحرير مع العديد من شباب الجهة. عند مشاركته في الهجوم على المركز العسكري الموجود بمزرعة فيقي بدوار ابن ذياب جرح وأسر، وبعد 3 أشهر من بقائه أسيرا استطاع الفرار من السجن. بعدها التحق مرة أخرى بالثوار والثورة. كان يعمل في تجريد حراس الجارنوبيل من السلاح المتمركزين بمقر شركة الكهرباء والغاز بشارع 1 نوفمبر الآن بمدينة سطيف، ولكن أثناء تبادل إطلاق الرصاص سقط شهيدا في سبيل الوطن، وكان هذا في آخر شهر جانفي 1959. رحم الله شهداءنا الأبرار. برافو 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 نوها، برافو 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 نوها، برافو نوها. يا أطفال، تكلمنا مقبلة عن حرية التعلم، لا ليبرتي دانستركسيون، يعني أي واحد عنده الحق في التعلم. وكاين شيء مهم، كاين وسيلة نتعلم بها هي القلم. القلم مهم جدا. إذا عمو يزيد راح يغني لكم أغنية قلمي. قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم. تغنوا قاعد معايا؟ إذا قلمي قلمي، يلا. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. كل علم فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي
صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي برافو 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 برافو. إذن قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. إذن العلم مهم يا أطفال، بالعلم ترقى الأمم، بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. لازم تقرأوا، لازم تكونوا مثابرين في الدراسة لأننا تكلين عليكم أنتم جيل الغد. ياكي يا أطفال وأنتم تاني لازم تقرأوا مليح وتسمعوا رأي والديكم. وش رايكم نروحوا لألعاب الخفة؟ تحبوا؟ إذن يلا نروحوا كامل مع نور الدين في ألعاب الخفة اللي جانا من مدينة تيارت. مرحبا بك نور الدين، تفضل تفضل. يا أطفال كما وعدتكم قبيلة رح نحكي لكم حكاية الحمار الخائن. واحد النهار في الغابة الحيوانات تفهموا، قالوا لازم نخدموا الأرض، نحرتوها نزرعوا نسقيوها ونحصدوا وناكلوا من المنتوج نتاعنا. تفهموا كامل، بدأوا الأرنب يحرط، الحمامة تجيب البذور، الغزالة تعاونهم في السقي وكامل. ومن بعد طلع هذاك الغلة هذيك طلعت
ولكن في يوم من الايام تفاجئوا بلي هذيك الغله اختفت، يعني نقصت بزاف. فقبل كان واحد بيناتهم خائن، قالوا درك احنا كيفاش نديروا باش نكتشفوا هذا الخائن. جات الغزاله قالت لهم انا عندي راي، قالت لهم راه نروحوا للنهر، قالت لهم وكامل حاولوا نسخطوا هذاك النهر، يعني نقفزوا في هذاك النهر، واللي يقفز النهر يعني هذاك ماشي هو الخائن، ولكن اللي يطيح في وسط النهر هو الخائن. جات هكذا الغزاله قفزت، ومن بعد الحمامه كذلك قفزت، حيوانات قفزوا، ومن بعد الحمار قال للارنب روح انت روح انت، الارنب قال له لا لا تروح انت، ما حبش يروح. ومن بعد قال الحيوانات قالوا لا لا لازم تروح يا الحمار، لازم انت تقطع. لما جاي يقطع الحمار طاح في النار، فقولوا بلي هو الخائن. عمو يزيد نستخلصوا من حكايه اليوم ان الخائن يلقى حتما جزاءه. برافو 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 بوبي. اذا يا اطفال، الخائن دائما يلقى حتما جزاءه يا اخي يا اطفال. اذا يا اطفال، لحقنا دركا الركن مهم انا نحبه بزاف، هو ركن بريد عمو يزيد. البريد هو الرسائل اللي نتلقاها من عندكم ونقراها لكم. سهل، اذا حبيتوا تبعثوا اي رساله لعمو يزيد ما عليكم الا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com وتروحوا تضغطوا على زرار اراء وملاحظات وتبعثوا الرساله اللي نقراها اليوم. اذا بوبي شوف لنا واش عندنا رسائل اليوم باش اصدقائنا الاطفال نقراو لهم رسائل جميله اللي بعثوها لنا. شكرا شكرا بوبي، شكرا شكرا شكرا. اذا نبداو بقراءه الرسائل. الرساله الاولى، هذه عائله شارف من تيارت، قالت لك تعجبنا بزاف الحصه وولادي يحلموا بالمشاركه. اذا نقولوا لهم يا عائله شارف حنا ثاني نحلموا باش ولادكم يجوا يحضروا معنا. اذا حلمكم راح يتحقق ان شاء الله مادام سجلتوا في المشاركه، راح نكلمكم باش تجيبوا ولادكم يحضروا معنا. الرساله الثانيه، هذا السلام اكرم 11 سنه من مدينه العلمه بولايه سطيف، يقول لكم نحبكم يا اطفال والحصه رائعه، حنا ثاني نحبوه. اذا يا اكرم 11 سنه مدينه العلمه، حنا ثاني نحبوكم، ماذا بينا تجي تزورنا وتشرفنا. الرساله الاخيره تاع اليوم من عند ادم ادوى 6 سنوات من الجزائر العاصمه، يقول لكم اشكر كثيرا عمو يزيد. اذا يا ادم يا ابني لا شكر على واجب، ومرحبا بك مرحبا بك. اذا يا اطفال راسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com في زرار اراء وملاحظات، مرحبا بكم. بوبي احتفظنا بهذه الرسائل الجميله هذه، وانا دركا حبيتكم شكون يجي يحكي لي نكته جميله؟ شكون؟ تعال وليدي اروح اروح. واسمك وليدي؟ يوسف. يوسف وين تسكن يوسف؟ في بليده. في بليده مدينه الورود. الله يبارك الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك وليدي. قال لك واحد عمره ما شاف نمله وعمره ما شاف بقره، راح المزرعه مع عمره بقر، قال له لي ربي البقر، قال له كيف تزرع ولا بقر؟ قال له ارمي السكر في قاعه، غد من ذيك تب البقر، ارمي السكر في قاعه غد من ذيك ينض، قال له جاه النمل، قال له يا عمري البقر كي يكونوا صغار شحال حلوين. الله يبارك الله يبارك. برافو 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 برافو. تعالي بنتي تعالي 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 تعالي. وهذه واسمك بنتي؟ دنيا. دنيا شحال في عمرك دنيا؟ تو كل عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين؟ الله يبارك. وين تسكني دنيا؟ في نيم فرنسا. نيم في فرنسا؟ برافو برافو. إذا دنيا جاتنا من مدينة نيم قرب مارسيليا. إذا تحياتنا لكاع الجالية الجزائرية اللي تشاهد فينا في فرنسا، في إنجلترا، في هولندا، في كندا، في أمريكا، في أستراليا، كامل كامل، حتى في الدول العربية ودول الخليج وكامل عندنا جالية كبيرة اللي راهي في المهجر. إذا نحييوهم ونقول لهم تحية عطرة من الجزائر. يا أخي بنتي تفضلي تفضلي، شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعال 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 اقعد هنا وليدي، دلنا عندي شويه ادلنا. واسمك وليدي؟ فارس. فارس وين تسكن فارس؟ عين بنيان. عين بنيان خيار الناس. احكي لي النكته تاعك. قال لك واحد حول،
إيه؟ قالها مرتو قال ليش تيني جاي مام هي حولة قالها ليش تيني جاي مع صاحبي طيبي القهوة قالها ليش تيني جاي وحدي ما طيبش القهوة ومدى هي قاعدة غير طلطة منتقى كي شفتو جاي هي كحولة شفتو زوج راح طيبت القهوة هو كي جا داخل شو مريحة القهوة قالها بطحني وحدي قالها كم وكيش مع جارتك نتخدم برافو 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 هي تشوفو زوج ويشوفها زوج إذن يا أطفال الحقنا دركها الركن الجواب عن اللغز وش رأيكم ما هو الشيء الذي في الصيف يحميك في الخريف يطعمك وفي الشتاء يدفيك ما هو شكون اللي يقول شكون اللي يقول لي تعالى تعالى واسمك سامي سامي دور الكاميرا سامي وقول لهم شحال في عمرك 10 سنين الله يبارك وش هو الجواب شجرة الشجرة الجواب هو الشجرة انتم شاطرين سبتوها كاع وقيله اذا هو الشجرة في الصيف يحميك من أشعة الشمس يدير لك الظل في الخريف يطعمك من الثمار وفي الشتاء يدفيك من الحطب يا اخي اذا اعطيه الهدية تاع الشاطر هذا اذا عمو يزيد يهديك كوب باش تشرب فيه الحليب ولا الماء وكذلك يهديك 3 سيديات في سنتين عمو يزيد انتج 3 سيديات واحد بعنوان من حق الطفولة الثاني بعنوان معلمي والثالث مبروك النجاح عليكم إذا إن شاء الله تستفاد بهم في كل سيدي كاين 22 أغنية شكرا. تفضل وليدي لا شكر على واجب لا شكر على واجب اليوم عندنا عيد ميلاد يوسف تعال يوسف أروح أروح وليدي تعال تعال يوسف إذن يوسف جمع 5 قسيمات من علب حليب رامي وبعتها على العنوان صندوق بريد 42 ألف اسطوالي الجزائر العاصمة باش يحتفل بعيد ميلاده معنا إذن احنا راح نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو نتاعو يلا عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من تبديلك نتمنى صحة وسعادة وهنا شمه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفرار شمه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفرار أحلى الأوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذن عيد ميلاد يوسف وعبد الرحمن يوسف 9 سنوات وعبد الرحمن 3 سنوات يا أخي
مبروك عليكم، مبروك عليكم. إذن عيد ميلاد سعيد يوسف وعبد الرحمن. ديروا معي عد تنازلي: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. يلا عبد الرحمن، يلا يلا يلا، أسنس نرفدوك. انسف انسف انسف، زيد زيد شوية، عاونوه عاونوه، هيا عاونوه. فوالا، برافو. تصفيقة 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 تصفيقة. إذن بما أنك جمعت 5 قسيمات من علب حليب، رامي راعي البرنامج، رامي يهدي لكم هذه الدراجة الجميلة، إن شاء الله تستفادوا بها. وأنتم يا أطفال ما عليكم إلا ترسلونا ب5 قسيمات علب حليب رامي على عنوان صندوق باري 42 الجزائر العاصمة بسطوالي. وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. نحبكم يا اطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع